سيأتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا لن ينسانا الله لن ينسانا الله سيأتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا لن ينسانا الله لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ما السلام عليكم غزالات ديالي، كيف دايرين؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم كنتمنى تهبطوا اول حاجه ديروا لي واحد لايك، انا غنتسناكم حتى ديروا لي واحد لايك وتشوفوا الفيديو واخا شي 3 دقائق ولا 4 دقائق، المهم بس تحسب لي مشاهده. وخوتي ما تبخلوش عليا بالاشتراك، اللي كيشوف قناتي لاول مره يتابونا فضلا وليس امرا. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه اللي جربتها انا شخصيا، وقلت علاش ما نشاركش معكم، يعني وصفه زوينه وكتعطي واحد النتيجه زوينه للبشره. انا شخصيا كما قلت لكم كنجرب الحاجه عاد كنعطيها لكم، يعني ما كنجيب لكم شي حاجه لعبد لكم البشره ديالكم، هاد المواد يعني معروفه وما ما كتديرش ضرر البشرة. المهم انا نجيب لكم واحد الكريمه نعدلوها هنا في الدار، كريمه منزليه كنحتاجو فيها النيله ديال الصحراء، وها هي يا كتباع عند العطار شحال ما بغيتو، 5 دراهم الفرق يعني شحال ما بغيتو. انا جبتها وطحنتها، ها هي كتكون بحال الحجيره. غنحتاج الصابونه ديال الضوف، ها هي يا. انا جيت وحده، ها هي. المهم انا نتوما معايا نتوما تعرفوا التفاصيل كامله اللي غندير. غنحتاج قرعه ديال الموارد، ما نحتاجهاش كلها، نحتاج النص ديالها. المهم خليكم معايا ونوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الكريمه منزليه للوجه، خليكم معايا في الفيديو. نبداو على بركه الله. انا غنشبر واحد البانيو ستيتو عندي، ولا اللي كان عندكم طويصه غنشبر الحكاكه. في الحكاكه الغليظه غنحك داك الصابونيه، غنحك على النص ديالها ما نحكش كلها. المهم نتوما ديروا القياس اللي بغيتو، المهم هي كتحتفظي بها في الثلاجه مده طويله، يعني ما كيوقع لها حتى شي حاجه. المهم خليكم معايا. هانتوما من بعد ما حكيت داك صابون يضف بحال هاد الطريقه، غنشبر هاد النيله الزرقاء. انا عندي تمن هنا معلقه، غنكبها هنايا. صراحه زوينه ويعني تستحق التجربه. المهم انا غنخوي عليها نص رضومه ديال الماورد، ها هو دابا. غنجيب الطراب وغنطربها مزيان تتنسى جميع ديك المكونات كاملين. المهم خليكم معايا الغزالات ديالي وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب. المهم انا كنطرب هذاك الخليط حتى ينسجم مع بعضياته، وكنديروا هذه الوصفه 4 ساعة حتى كتنشف، عاد كنغسلو وجهنا وكنحتفظوا بها في الثلاجه ما كيبقى على والو. المهم انتما معايا. ها انتما من بعد ما طحنتها حاولوا طحنوها مزيان، هكي كتجي بحال هكا. انا غنوريكم حتى انا ما كنبينش وجهي. ها انتما شوفوا دهنوها في وجهكم بحال هاد الطريقه. المهم انا عا كنوريكم وصافي حتى انا ما كنبينش وجهي. وخليوها شي 4 ساعة في وجهكم ميتي، بس غسلوها بحال كتغسلو وجهكم بالصابون بحق، غسلوها مزيان. كنتوما عارفين النيله الزرقاء راه كتبقى في الوجه. المهم يعني كنتمنى تجربوها ان شاء الله يا ربي. المهم انا اخويا فهاد القريعه ها هي عندي، وعندي راه في الثلاجه. المهم انتما معايا. المهم هذه هي الخلطه ديالنا ديال الوجه، هذه هي الوصفه اللي شاركتها معكم. المهم كتستحق التجربه، ما تخافوش منها، ما عندها حتى شي اضرار. يعني صابون بصابونه دوفران نتوما عارفينها مزيان. النيله الصحراويه كيستعملوها الصحراوه مخيره للبشره. والموارد نتوما عارفين الموارد ما نستغناوش عليه، دائما عند اي مراه مغربيه كتلقاي عندها الموارد. المهم كنتمنى هاد الوصفه تنال ارضائكم، ونكون على حسن الظن ديالكم اخوتي، ونتمنى نكون المحتوى ديالي كينال ارضائكم، ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو ان شاء الله مع الاحباب بس وصلت القناه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل ديالكم اخوتي. وراني كنحماق عليكم، وما تنساوش ديروا لي واحد لايك، واللي كيشوف قناتي لاول مره ونالت ارضاء ديالو يتابعونا في القناه وشغل السرسر باش يوصلوا
اشعار بانني نزلت اي فيديو نزلته. المهم شكرا لكم على تتبع الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر، كنشكركم بزاف وراكم عزاز وغاليين. ومع السلامه احبابي، الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.